الخبر هنروح للأستاذة داليا زيادة، مدير المركز المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة داليا. أهلا بيكي، أهلا وسهلا. متابعة حضرتك ومتابعة مركز ابن خلدون للعملية الانتخابية، قولي لنا هل رصدتم أي مخالفات أثناء سير العملية الانتخابية؟ هو الحقيقة امبارح والنهاردة كان في مجموعة من المخالفات، لكن الجيد في الأمر أنها لدرجة الانتهاكات التي من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية، وكان أغلب المخالفات من ناس متعاطفة مع أحد المرشحين، زي مثلا إن بعضهم كان بيحمل صور للمرشح أو يرتدي تيشيرت عليها صورة المرشح، لكن غير كده كان لا، الأمور كانت تسير بسلام يعني، استثناء بس مشكلة وحيدة وهي التي تتعلق بنسبة المشاركة، واللي ساهم فيها طبعا أو اللي ساهم في حدوث بشكل كبير مشكلة الوافدين. نعم، ايه هي مشكله الوافدين بالظبط، وهل سيحل مادة التصويت لغدا هذه المشكله ام لا؟ الحقيقه مشكله الوافدين هي بتتمثل في ان اللجنه غير العاده لاول مره بتطلب انه الوافدين كانوا يسجلوا نفسهم في الدفتر العقاري قبل ما يجوا يصوتوا بفتره طويله، الكلام ده منذ يوم 10 مايو، وكثير من الناس لم يكن يعرف الاجراءات فبالتالي ما سجلوش انفسهم، وافتوا انهم محرومون الان من التصويت والا عليهم ان يذهبوا الى قراهم ومحافظاتهم، بالرغم من ان ايام التصويت جاءت في ايام عمل وفي منتصف الاسبوع، يعني من الصعب جدا السفر. خلى ناس كثيره تعتصم وتطالب بان يكون لها الحق في التصويت، والحقيقه يمكن جزء من استجابه اللجنه العليا هو مد هذا اليوم، لكن نتمنى ايضا ان ضمن هذا ان هم كمان يخصصوا مكان للجان الوافدين. طيب يعني دلوقتي هل يعني مد العمل بكره لوحده لن يكون كافيا ولا بد من تخصيص لجان، وهل عندكم طيب اخبار عن ان اللجنه ممكن تحل هذه المشكله؟ هل فعلا بدات في بعض الاجراءات لتخصيص لجان الوافدين ولا لم يتم الاعلان عن شيء حتى الان؟ هو مد اليوم طبعا قد يشجع ناس كثيره ان هم يسافروا لبلادهم او كده، وخصوصا انه يوم يقترب من نهايه الاسبوع، لكن برضه في نفس الوقت مهم قوي ان اللجنه تتبنى فكره تخصيص لجان مخصصه للمؤجلين في المحافظات المختلفه، واعتقد الفرصه بكره هتكون متاحه لانه مش محدش هيلحق يقرر الصوت يعني، لان خلاص بكره اخر يوم فعليا. غير كده كمان ممكن الاستعانه باجهزه الكمبيوتر اللي موجوده في المدارس المختلفه، واحنا الحقيقه في مركز ابن خلدون بنحاول دلوقتي نضغط على اللجنه العليا لان هي تعمل ده. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا استاذه داليا زياده المدير التنفيذي بمركز ابن خلدون.